عن يميني ثم تقدمت الثانية وقالت ما مثلك يا أمينة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطي الثرى والحصى ثم تقدمت الثالثة وقالت يا أمينة نهنيك بسيد البشر وفخر ربيعة ومطر ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي قالت آمنة فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يعلقوني إمام الأنبياء والمرسلين رأيت الشعوب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد احتقر علي في أصوات مشتبهات ولغات مختلفات وورد في الأثر أن الله أوحى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرف الحور والبلدان فتبادرت بزينتها الحور الجفان وأشرفت من غرف الجنان فأسهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقدرت قدرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا وما مخاتي جميلين فاقم طبيبا يا رسول الله.